أستاذ تشاو، ماذا ستعلمينا؟ عليك أن تقومي بترتيب غرفتك. ماذا بك؟ إن مهنة التدريس مهنة نبيلة، خاصة في الريف. كدت أصبح معلمة فيما مضى. خطأ، أبي يقول إنه يمنحنا الثراء. لا لا أريد الآن، المعلمة تشاو رائعة جداً، دونج والآخرون أحبوها للغاية، لكن المعلمة سوف تعود إلى المدينة مثلنا. ليس ضرورياً، إن كان التلوث خطيراً فلا يمكن للمعدات العادية أن تحل مشكلة المياه. فلتهدئي، إن هذه الجملة ستشعر المعلمة بالحماس وربما أيضاً تجعلها تهتم بشيومي. يا إلهي، لا تنفعلي هكذا، إننا بقرب مصدر المياه، وتضخ مياه الصرف الصحي من المنازل إلى النهر. لكنني وجدتها بعد ذهابك، لقد وجدتها في السيارة. تودين الذهاب إلى المدرسة؟ أعتقد أنه فحص انتقائي للماء. المعلمة لطيفة جداً وسوف تعلمنا كل شيء. ها، أكملي، هيا، فكري. ومن قال إنها سوف تعود؟ لا 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 لا، جملة سيئة. إذا جنينا المال سنقوم ببناء مبنى للمدرسة. لهذا أحضرت مختصاً للتحقق من ذلك، فهذه المسألة خطيرة. نعم، خطيرة جداً، فحماية مصادر المياه والسماح للمزارعين بشرب مياه صالحة للشرب هو مشروع مهم للتنمية الريفية.